هعرف بيكو. انا يوسف هيثم، معانا كل سنه. النهارده كان امتحان الديناميكا، طمنونا عملتوا ايه؟ امتحان كان صعب جدا، الاسئله جايه بطريقه غير مباشره خالص. نسبه الاسئله الصعبه كام في الميه؟ يعني نقدر نقول 80% صعب؟ 90% صعب. ياه. خمس اسئله بس. يعني فكره الصعوبه مبنيه على ايه؟ يعني هل انتوا الاسئله دي بالنسبه لكم غريبه لاول مره ولا هي خارج المنهج؟ لا، الاسئله مش غريبه ولا خارج المنهج، لا الاسئله جايه بتحور لفه طريقه غريبه جدا، لو عايز حاجه وهو قصده حاجه ثانيه خالص. لكن نظام الاسئله يعني مستوى الامتحان لا بيتطلب المتفوق فوق المتوسط بكتير. كم في المية نسبة الأسئلة المباشرة في الامتحان؟ خمس أسئلة بس. مشكلتكم مع الأسئلة اللي هي الجديدة في التقييم الجديد، المفروض إن أنتوا اتدربتوا عليها من أولى ثانوي لحد ثالثة ثانوي، ليه أنتوا دايما طالعين بتشتكوا من الامتحانات ومستوى وشكل الأسئلة؟ الوقت قليل والامتحان يعني اللي بنحله على المواقع بتاعة الوزارة بيبقى غير اللي بيجي، السؤال بيبقى في مواقع الوزارة بيبقى مباشر بطريقة عادية، لكن في الامتحان بيبقى لسه لفة صعبة مش فاهمين ده ايه ده. يعني الصعوبة في انه الأسئلة غير مفهوم المحتاجة او الإجابات بتاعتها. في أسئلة كانت متشابهة ولا؟ لا